بهمة ثقيلة يجر نفسه نحو الاستقبال. لقد ترك بلاده مرغما بسبب الحرب وسعى يلتمس الأمان. لم يجد أفضل من إمارة الشارقة، ما أن أدركها فإذ به يتعرض لوعكة خالها عارض صحي، لكنه لم يمر بسلامة. أيام مضت على إصابته بجلطة تسببت بها خطرات دموية انطلقت من أذين القلب نحو دماغه نظرا لتأخره في إجراء العملية. هو الآن ينطق الحروف بصعوبة، لكن الاستقبال يستوعب غاية هذا المريض لتردده المتكرر على هذا المركز. والله مشكلة، أنا ما أقدر أسجل ذلك، والحمد لله يعني زين. وهاي في المركز حيث يعمل طبيب سوري يرأف لحال هذا المريض ويمده بالمساعدة قدر الإمكان، يفحص تطورات المرحلة الصحية الدقيقة التي وصلها. إلا أن حاجة المريض فاقت إمكانيات الطبيب، تلزمه عملية على وجه السرعة. صمام قلبه لا يعمل جيدا، يجب تبديله، وهو ما تؤكده صورة الأشعة. يستلقي ويلهث بشدة، يجب التصرف بسرعة، لكن تكاليف العملية عائق مضني. حال دون إجراء العملية حتى لحظة إعداد هذا التقرير. العمل الجراحي تبديل الصمام هو عملية مكلفة، ثمن الصمام والعمل الجراحي القلبي نفسه ثمن مكلف. المريض غير قادر على هذه التكاليف فترك الموضوع وضل على الأدوية. طبعا صار اختلاط، وهالاختلاط صار خطير شوي، انه صار في عنده الأذين باعتبار متوسع، صار في عنده خثرات ضمن الأذين، وانطلقت احد الخثرات الى الدماغ وعملت معه مشكله، عملت معه مثل فالج شقي او ستروك. عوامل عده تضافرت فاسفرت عن المعاناه التي يعيشها هذا المريض، قد تكون وراثيه وذاتيه، نجمت عن تاخره في الفحوصات التي زادت المشكله تعقيدا. هو مريض بسيط غادر بلاده ويحلم بالعوده اليها. لن تسمح له شركات الطيران بالسفر بوضعه الحالي، والحل هو بتوفير التكاليف التي لا يملك منها ما يدرا الخطر. الوقت يمضي، وكما دخل سيغادر هائما على وجهه المتعب، يترقب فرجا طال انتظاره. من الشارقة لليوم على الحرة، ربيع أبو حسن.